اسمي حنان هنداوي، جاي من مخيم شتيلة، وأنا حبيت أشارك بصورة وحكاية كرمال الأشياء اللي عم بيعلمونا إياها بصورة وحكاية، أشياء كتير بنستخدمها بحياتنا هلأ بالمجتمعات هلأ، فأنا حبيت أكون طرف أو مشاركة بهيدا الشيء، لأكون بعدين يصير في أكتر شغل احترافي ويصير يعني عندي خبرة أكتر، صير شيء انه فرد عن جد فعال بالمجتمع. فكرمال هيك، وانا اصلا يعني كميول شخصيه انا بحب التصوير وبحب الكتاب كتير، والسوشيال ميديا كمان انه بالعمر تاعنا اكثر شيء، يعني كتير في اولاد بعمرنا وشباب ميالين للسوشيال ميديا.